الداخلي وفي خارج البلاد بحسب الجولة الثانية من الانتخابات، ولا سيما فيما يخص النسب العالية من الأصوات. أشكر كل من شارك وساهم في رفع نسبة الأصوات والمشاركة. كل الأعمال التي بذلها شعبنا وكلفنا وألقى على أكتافنا بحمل إدارة هذه البلاد لمدة 5 سنوات مقبلة، أشكر شعبنا إذ أناط بنا هذه المسؤولية العظيمة. وإن شاء الله إن شاء الله سنفعل ما يجعلنا نليق بثقتكم هذه، وكما كنا جديرين بثقتكم هذه سنكون جديرين فيها. ماذا كنت قلت؟ قلت ليس إلى الأحد بل إلى القبر، إلى الممات، إلى اللحد. قلنا هذا الحب لا يتوقف هنا ولا ينتهي، أو ليس كذلك؟ انظروا الآن يقولون باي باي كمال. نحن هذه المسيرة المباركة لن تتوقف، دائما ما قلنا هذا. قلنا من يخدم الشعب لا يهزم أبدا. قلنا دائما أن تركيا أمانة في أعناقنا، ونحن أمانة في حضن تركيا وفي أعناق أهل تركيا وشعبها. إن أردتم يمكننا أن نضيف باي بايا ثالثا إلى لقبه، باي 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 كمال. لله الحمد، أنتم أبديتم موقفكم هنا هذه الانتخابات اليوم. هذا الحب الذي بيننا هو تجسد للديمقراطية وتبلور، فكما أن الحديد والزجاجة يتشكل بالنار، فإن علاقتنا بكم وصلاتنا بكم هي التي أثمرت تركيا قوية لا تهزم. الآن انظروا من هنا إخواني، هنا حساب، أوليس كان يقول الآخر أنا خبير في الحسابات؟ هنا حساب أقدمه لشعب تركيا. في انتخابات 2018 حزب الشعب والجمهوري كان عدد نوابه كم؟ هل تعرفون؟ 146. في 2023 عدد نواب حزب الشعب والجمهوري في الانتخابات الأخيرة 169 نائب. لكن كما تعلمون المجموع هو منح مقاعد لأحزاب لم تحصل على حتى 1% من الأحزاب، منحهم مقاعد نيابية للإيجار كما تعلمون. ما الذي حدث إذن؟ الآن عدد النواب حزب الشعب الجمهوري في المجلس 129، أوليس خبيرا للحسابات؟ أوليس يعلم هذه الأمور جيدا؟ وهكذا عدد النواب، بسبب عدد النواب الذين خسرهم ومقاعد النواب التي خسرها، فأنا ربما ظني في حزب الشعب الجمهوري أنه سيحاسب باي باي كمال على هذا. ماذا نقول في 14 من مايو، انتخابات 14 من مايو وانتخابات 28 من مايو؟ الكاسب والمنتصر فيها هو مواطنون 85 بأكملهم وأجمعهم. لكني كنت قلت أمرا آخر، تذكروا، نحن سننتصر انتصارا لا يكون أحد فيه خاسرا ولا يخسر فيه أحد. فإذا المنتصر اليوم
تركيا وفقط ولا شيء غيرها. ديمقراطيتنا وتنميتنا وأهدافنا لم نتنازل عنها ولن نتنازل. اليوم نكون قد افتتحنا وأشرعنا أبواب قرن تركيا، لكن أشرعنا أبوابها جميعا، رجالا ونساء وشبابا وشيبا وعاملين ومتقاعدين، بكل فئات شعبنا أحلامهم حققناها جميعا. من كان قلبه وعينه متوجها إلينا من الأصدقاء رفعنا أعينهم ولم نكسرهم ولم نخيب ظنهم أبدا. وإن شاء الله بعد اليوم كل نضال وكل كفاح نخوضه. انظروا إلى هذا المشهد الذي أمامي وإلى هذا المجال، رائع. الآن ميدان كسكلي سطر تاريخا. أنا باعتباري إسطنبوليا وإسكداريا ومن أهل حي كسكلة أحمد الله على أن يسر لي رفاقا للطريق وللقضية.